بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بحب أرحب بسيد الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيد الوزير الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، سيد اللواء الوزير أحمد راشد محافظ الجيزة، جميع السادة الحضور. أنا يمكن جميع لنا الوشوش اللي أنا شايفها الحقيقة دي، أنتوا ده مكانكم وده بيتكم وده ناديكم، لكن برحب بكل السادة الحضور من بقى لاعبين قدامى لأجهزة فنية وإدارية لعاملين، مش عايز أنسى حد، كل الناس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وإحنا لعيبة كنا بنحلم نكون لينا استاد، كنا بنحلم إن إحنا نلعب في استاد النادي الأهلي. الكلام ده مر عليه أكتر من 50 سنة، يعني أنا شخصياً اعتزلت من 33 سنة 34 سنة 87 لما ابتدينا نلعب. وبذكر مرة كابتن طاهر الشيخ، كنا هو مع بعض في ملعب في الاستاد القاهرة، والاستاد كان مليان طبعاً، الاستاد القاهرة ده بيلمنا كلنا، بيجمعنا كلنا. ساعتها أنا وطاهر بنتكلم، فقلت له يا طاهر يا ريت نلعب بقى في الاستاد بتاعنا إن شاء الله بإذن الله، لأن احنا قبليها بيوم كنا بنتفرج على مانشستر يونايتد بتلعب في الاستاد بتاعها. الحمد لله رب العالمين، يعني الحقيقة يمكن علشان نصل للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي دي، المرحلة دي مرحلة مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي. علشان كده أنا عايز أبتدي بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمر مهم جدا أنا لمسته من خلال التعامل مع كل مؤسسات الدولة خلال الفترة اللي فاتت. الأمر ده هو دعم سرعة دفع التنمية الرياضية، ازاي ان كل حاجة تمشي فيها سرعة وفيها اداء اسرع من اللي موجود، ازاي ان احنا طالما الناس جادين والناس بتشتغل يبقى مهم جدا ان احنا كمان كدولة بنساعدهم. وده لمسته في كل الحقيقة مؤسسات الدولة اللي اتعاملت معاها خلال الفترة اللي فاتت. كمان طبعا والشكر موصول لجميع مؤسسات الدولة يعني، لكن عايز ابتدي بأرض الشيخ زايد. أرض الشيخ زايد سنة 2005 بالتحديد 5/8/2005 دي بداية الأرض في الشيخ زايد، وكنا ساعتها بنحاول يعني نصدر القرار الوزاري، والقرار الوزاري تم إصداره رقم 254 بتاريخ 31/12/2009. نسبة البنى 5%، وتتضمن ايه؟ تتضمن الصالات الرياضية، تتضمن الاستاد، تتضمن المباني الادارية، تتضمن خدمات النادي وكل ما يخدم صرح نادي رياضي كبير يعني، سواء استثماري او، لكن الاستثماري وليه طبعا مردود اخر او ليه سعر تاني بنختلف فيه يعني. ده كان المنشأ بتاع الاستاد النادي الاهلي بقرار وزاري زي ما قلت حضراتكم سنة 2009. الحمد لله رب العالمين ابتدينا نشوف الخطوات كلها من 2005. كانت الارتفاعات عبارة عن 6 متر، 6 متر عشان نعمل استاد لازم ننزل تحت في الارض حوالي 30 او 25 متر عشان ننزل تحت، طبعا ده شيء امر مكلف جدا جدا. ومن هنا خاطبنا جميع المؤسسات، منهم طبعا يعني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنهم هيئة العمليات، ورحنا هيئة العمليات وقعدنا الحقيقة وشرحنا وجهة نظرنا ان احنا ازاي يكون عندنا استاد وعندنا ارتفاعات. الامر دوت خد مننا شهور الحقيقة، ولكن كل الامور خدت مجراها القانوني واللوائحي المظبوط الحمد لله. يعني كان هنا بقى يمكن وصلنا في النهاية ان الحمد لله الارتفاع يبقى 30 متر، وده الامر اللي بشكر عليه الدولة الحقيقة. يعني الحقيقة انك توصل ارتفاع الاستاد 30 متر انت كده حلل لك مشاكل كتير جدا. بتدفع الرسوم الطبيعية، ده طبيعي، لكن انه هو يسهل عليك الامر ويديك رسالة ويديك استاد بارتفاع 30 متر ده امر بالنسبة لنا كان امر يعني الحقيقة ساعدنا كتير جدا جدا ان احنا نبتدي الخطوه اللي قدام حضراتكم النهارده.
الخطوة دي. كمان حاجة مهمة، كانت الاستاد في اللي كان موجود من 2009 كان مساحة، المساحة اللي كانت فيه كانت مساحة 28,000 متر، مساحة 28,000 متر. المساحة النهاردة 48,000 متر. الحمد لله ده طبعا ادانا مساحة اكبر، والمساحة كمان احنا النهاردة الحتة اللي احنا فيها دي تقريبا في التلت الاخير في الاستاد. الاستاد هيمتد لغاية الصحراوي اللي هو يبعد حوالي بتاع 100 متر من هنا او 150 متر من هنا. فده الامر اللي احنا الحمد لله يعني وصلنا له. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ يعني دلوقتي ايه المطلوب؟ احنا هنعمل ايه؟ خلاص احنا النهاردة الامر الاساسي والهدف الاساسي اتحقق الحمد لله، اللي هو استاد بالارتفاع ده. بنحط النهاردة ان شاء الله بإذن الله حجر الاساس لاستاد النادي الاهلي. استاد الحلم الكبير جدا جدا، مش بس لاعبين، لاعبين وجماهير واعضاء ومنطقة عربية وافريقية. النادي الاهلي الاكبر نادي في الشرق الاوسط واكبر نادي في المنطقة الافريقية والعربية. اعتقد النادي الاهلي النهاردة بيفخر كل من محب النادي الاهلي بوجود استاد النادي الاهلي. طيب النهاردة عندنا بعض الخطوات، عشان بس حضرتكم كلكم عارفين والسادة الاعلامي بفاهمين هذا الكلام او واصل لهم هذا الكلام. عندنا بعض الخطوات، منها تكليف احد المكاتب الاستشارية العالمية اصحاب الخبرات في انشاء الاستادات لعمل التصميمات اللازمة للاستاد وكافة المنشآت المحيطة به. ده الخطوة الاولى. الخطوة الاولى دي ان شاء الله هتكون بعد ما طبعا سيادة الوزير اشرف صبحي، احنا كنت بتكلم معاه من يومين كده لكن في منتهى السرعة برضو، بعد الاجازة اللي احنا فيها دلوقتي هيكون في موافقة على الشركة دي على اساس ان احنا ننطلق ان شاء الله بالامر ده على طول. يبقى النهاردة التصميمات العالمية، التصميمات العالمية الخاصة واللازمة للاستاد ان شاء الله هنبتدي فيها باذن الله في خلال اسبوع او 10 ايام من النهاردة. تعديل، ثم النمرة 2 تعديل المخطط العام والقرار الوزاري طبقا بقى للتصميمات الجديدة وطبقا للمساحات الجديدة. فده الرقم نمرة 2 اللي احنا نشتغل فيه. رقم 3 اللي بيشغل ناس كتير جدا هو التمويل. التمويل من ايه؟ التمويل يا جماعة، النادي الاهلي اسم كبير جدا جدا، فاسم النادي الاهلي مجرد ما احنا النهاردة بن 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 بنحط حجر الاساس، اعتقادي الشخصي ان هيكون هناك تهافت على كيفية التعامل والتعاون مع النادي الاهلي. مش عشان اشخاص، لا، عشان كيان كبير وعشان اسم كبير. فممكن قوي الامور دي التمويلية دي هتكون برضو مكلف فيها الشركة اللي موجودة، هيكونوا موجودين يبحثوا مصادر التمويل ازاي. انا شخصيا مش قلقان على التمويل، مش قلقان على التمويل علشان النادي الاهلي في ظهره جمهوره، وجمهور النادي الاهلي لو النادي الاهلي اشار لجمهوره واتكلم مع جمهوره هيكونوا سعداء جدا جدا ان كلهم يكونوا موجودين ويساعدوا في انشاء استاد ناديهم. ده شيء اعتقد ان هو واصل لنا جميعا. فهنا جمهور النادي الاهلي في كل القضايا، جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، جمهور هو اللي بيدعم دايما كل المواقف الصعبة اللي ممكن النادي الاهلي بيمر بيها. عشان كده انا يمكن برجع تاني اكرر الشكر للسيد الرئيس وجميع مؤسسات الدولة الوطنية، بكرر التهنئة لاعضاء مجلس الادارة الحاليين وجميع اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي السابقين. كل واحد فيهم كان ليه دور ان هو ازاي يمد ايده في هذا العمل. حاجة تانية التهنئة بقى طبعا للاعبين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية. الأكبر يعني بختم بجماهيرنا، التهنئة لجماهير النادي الأهلي، التهنئة الخالصة لأنه حقيقة جمهور عظيم جدا، جمهور هو اللي بيقول بيدعم كل خطوة من خطوات النادي الأهلي. عشان كده أنا بهنيهم لأن الخطوة دي كان حلم بالنسبة لنا جميعا. إن شاء الله الحلم دلوقتي في بداية التحقق إن شاء الله. وإحنا يعني الحمد لله الصعب فات، انك تاخد موافقة وانك انت تاخد ارتفاعات ده الصعب، صعب ده كله فات خلاص. اللي جاي كله بقى حركة العجلة، العجلة هتدور بقى خلاص، فيش مشكلة ان شاء الله. الف مبروك للنادي الاهلي. انا اسف جدا طولت على حضراتكم لكن كان لازم اشرح بس النقاط اللي احنا تعرضنا لها خلال الفترة اللي فاتت. بشكركم جدا وبشكر جميع السادة الحضور على مجهودهم وجودهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.